ميدانيا اعلنت اوكرانيا اليوم ان انظمه الدفاع الجوي دمرت سبعه صواريخ و32 طائره مسيره اطلقتها روسيا خلال الليل، وقال قائد القوات الجويه الاوكرانيه عبر تطبيق تيليجرام ان روسيا اطلقت ما مجموعه 51 صاروخا ومسيره هاجمت منشات عسكريه وبنيه تحتيه حيويه في اوكرانيا، ولم ترد تقارير من السلطات المدنيه والعسكريه الاخرى عن وقوع اصابات او دمار بسبب الهجمات.